دلوقتي الاستقبال اللي حصل في المطرية ده ايه بقى يعني ازاي المفاجاه دي حصلت؟ حاجه بسيطه كده والله حاجه بسيطه كده والله يا استاذ نمونه فعلا بنت المطريه يعني انت عايز ايه؟ متوقع ان ده عيل المطريه على السوشيال ميديا حصل بتوع المرج يقولوا دي تبعنا وبتوع المطريه دي تبعنا هو ده اللي كان متوقع فعلا من اهالي المطريه يعني فعلا لا في ريال مصريه بنت المطرية والأسرة بتاعتها بنت المطرية وبنكرن الاحترام والتقدير لأهل المطرية على اللي عملوه امبارح لأن احنا يعني احنا روحنا الفريال المطار ما كانش فيه اللي احنا لما جينا شفناه ده أكبر من المطار يعني عايز أقول لحضرتك هم كانوا مجهزين تجهيزات احنا ما عملناش حاجة التجهيزات دي كلها أهل المنطقة اللي عملوها يعني انتوا رحتوا لقيتوا المنطقه منوره ومش عارفه والله فعلا انا بجد حقيقه والله ده فعلا حقيقي اللي هم عملوه دون اهالي المطريه اللي استقبلوهم دي اول مره يحصل استقبال شعبي بالشكل ده مش للاعيبه كوره يعني يعني قصدي في تغير حاصل الناس حاسه بالفرحه ووصل لها الانجاز زي احتفالات الكوره كده وده هو الشعب المصري كان عايز حاجه يفرح بيها يعني هو من طبيعته ان هو بيبقى يعني بيحب الفرحة, بيحب الفرحة. بس لما بيلاقي حاجة بيتفرحوا بقى طبعا بتروح الاحتفالات دي بقى خلصت الساعة كام لحد الصبح صح؟ لا يا فريال احنا نزلنا من من الباص زي ما حضرتك شفت ده كده وبعد كده الناس مش شايفاها فجبنا لها كرسي عشان طبعا والله انا عملت كده ليه علشان بس هم فرحانين بيها ومشاركيني وقاعدين عدد ساعات في الشارع كتير مش منظرنا لان احنا اتاخرنا في الطريق فبالتالي لازم انت على الاقل حاجه ان هي حتى على الاقل ان هي تقدم الترحيب ليهم صح فالفعل عملنا كده وبعد كده بقى ايه انا شايفاه ان مجدة طلعتها فوق وانا فضلت بقى مع الناس انا بستقبلهم واللي طبعا طبعا ده اقل واجب لان كنت عامله افضل معاهم لحد ما ان هم يمشوا بالسلامه ده بنت اصول طبعا طيب شفنا بقى في المطار لما كان في زحمه كتيره بقى والناس واقفه انت ما شفتيش غير بنتك بس انا مش شايفه اللي بيكلمني بيسالني على حاجه بقول لهم انا مش شايفه غير فريال دلوقتي فما حدش يسالني ارجوكم ما حدش يسالني هي فعلا في عيني انا عبال ما وصلت لها انا اصلا لما دخلت المطار دخلت الاتجاه غلط يعني بابا كان في عربيه وانا في عربيه فدخلت غلط فلقيت ابني بيكلمني فريال وصلت فانا بصي فريال وصلت وانا مش موجوده حد هيشوفها قبلي الطمع بقى يعني الطمع كنت طمعه ان انا اول حد وصدر مني موقف انا بعتذر للدكتور اشرف صبحي على صدر مني اللي هو طبعا بيستقبلها وانا اللي رحت ما اعرفش بقى يعني ما اعرفش فانا اللي كانت حاجه انا ما كنتش حاسه بنفسي انا عيني كلها في ريال الحضن اللي كان نفسي ساعة الفاينل انا فانا كنت مشتاقه له قوي اللي انا اخدها في حضني لا وانا متاكده انه لو كان اشرف صبحي دي انا شايفه كان هو اللي ادالك المجال متاكده يعني هو اصلا كاراتيه اصلا كاراتيه كنت في يعني مخك مشوش ولا لا يعني وانت بتحضني في ريال انا بحضنها عايزة تروح لها. انا عايزه انا بحضنها بتمعن فيها بقول لها انت وحشتيني بقول لها انت رفعتي راسنا كلنا انت شرفتينا وحققتي حلمك اللي كنت بتحلمي بيه وطبعا الجندي احمد الجندي بنوجه له كل تحيه ومامته كمان يعني ميداليه محترمه ورياضي محترم كمان